يمثل 900 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السوريين أمام محكمة الدفاع عن الشعب التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي طالب عدة مرات بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة عناصر التنظيم الإرهابي الأجانب واستعادتهم من قبل حكومات بلدانهم. ملف تنظيم داعش الإرهابي الأكثر تعقيدا من بين الملفات على مستوى العالم وسط اكتظاظ السجون المخصصة لهم في شمال وشرق سوريا، والتي لطالما طالبت الإدارة الذاتية حكومات بلادهم باستعادتهم وإخضاعهم لمحاكمات بعد ارتكابهم أفظع الجرائم وسط تهرب المجتمع الدولي عن مسؤولياته في هذا الملف. مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قال إنه بصدد محاكمة أكثر من 900 من إرهابي تنظيم داعش من الجنسية السورية الذين سيمتثلون أمام محكمة الدفاع عن الشعب والتي تم تشكيلها بداية عام 2020. العضو في مجلس العدالة خالد علي أكد أن محاكمة الدواعش السوريين مستمرة ولم تتوقف منذ بداية العام الجاري، أما عناصر التنظيم الأجانب فلم تتم محاكمتهم حتى الآن، مضيفا أنه لم تقدم أي مساعدات للمحكمة من أي جهة دولية على الرغم من عقدهم اجتماعات مع عدة دول ضمن التحالف الدولي. خالد علي أكد أيضا أن المحكمة التي شكلوها لم تتلقى أي دعم سوى بعض الأمور اللوجستية ضمن السجون، رغم الصعوبات الجمة التي يواجهونها من ناحية القضاة والمحققين ودور القضاء والسجون، بالإضافة لعدم تعاون المجتمع الدولي. وأشار العضو في مجلس العدالة إلى أن العقبة الأساسية في طريق محاكمة إرهابي داعش المحتجزين هي هجمات الاحتلال التركي وتهديداته المستمرة لمناطق شمال شرق سوريا. ودعت الإدارة الذاتية عدة مرات إلى تشكيل محاكمة لمقاضاة إرهابي داعش، لكن وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها عدة دول باستعادة مواطنيها الدواعش، إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع بعد، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على كاهل الإدارة الذاتية ومؤسساتها المعنية. حول هذا الموضوع مباشرة معنا من الشمال السوري حمدان العبد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. سيد حمدان مرحبا بك. إذا عبء ثقيل ما زال ملقي على عاتق الإدارة الذاتية، نتحدث عن محتجزي إرهابي داعش اليوم، ما هي أهمية ما تقوم به محكمة الدفاع عن الشعب من خلال الاستمرار في محاكمة هؤلاء فقط من ذوي الجنسية السورية وتجاوز هذه المرحلة؟ تحية لكم للمشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا منذ بداية الأزمة السورية ومنذ أن بدأ تشكيل منظمة داعش الإرهابية وسيطرتها على شمال وشرق سوريا وخاصة الشمال السوري، عانى ما عاناه الشعب، ولكن بعد أن تم القضاء على المجموعات الإرهابية والتنظيم الإرهابي في شمال وشرق سوريا وآخرها الباغوز عسكريا على الأرض، ما زالت الإدارة الذاتية تتحمل أعباء كثيرة من هذا التنظيم، من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعنوية. ما زالت هناك بعض الخروقات وبعض الخلايا النائمة التي تعمل ليلا نهارا والعبث في أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، لكن الإدارة الذاتية أخذت على عاتقها وضمن مشروعها أن تكون معاملتها وفق القوانين الدولية ووفق ما أقرته الأمم المتحدة. فالإدارة الذاتية هي تقدم مشروعا إنسانيا، هؤلاء الدواعش الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق أهلنا وشعبنا في سوريا وخاصة شمال وشرق سوريا، ولكن بعد أن تم إلقاء القبض عليهم ومن سلموا أنفسهم بعد نهاية حرب العسكرية في باغوز تم نقلهم إلى السجون، وهذه الإدارة الذاتية تتحمل أعباء اقتصادية وأمنية كثيرة. وقد شاهدنا الدولة التركية العثمانية الجديدة بعد احتلالها لمنطقة تل أبيض ورأس العين قامت بإخلاء مخيم عين عيسى وفك الحصار عن نساء الدواعش. ما الهدف من ذلك برأيك سيد حمدان؟ نعم. ما الهدف من ذلك؟ نعم.
الهدف من ذلك هو أن هذه التنظيمات الإرهابية التي تدعمها تركيا تريد أن بأذرعها أن تستولي على المنطقة، وهذا ما شاهدناه وشاهده العالم أجمع، أن هناك بعض العناصر الإرهابية التي وخاصة أبو بكر البغدادي الذي قتل في منطقة إدلب التي هي قريبة من الحدود التركية وبحماية تركيا وضمن الفصائل. كذلك هناك الأمراء ما يسمى الأمراء بتنظيم الدولة الإسلامية تم نقلهم إلى ليبيا، وهم معروفين وقد صرح عنهم مرصد حقوق الإنسان وظهروا على شاشات التلفزيون، هذا دعم من الدولة التركية. وعدة هجمات ومنها آخرها عندما بدأ العصيان الذي قام في سجن الحسكة عدة مرات، وأثناء الاحتلال قامت تركيا بقصف السجن من أجل إخلاء الدواعش، هي ما تريده هو إخلاء الدواعش من هذه المنطقة. أما الإدارة الذاتية تتحمل أعباء كثيرة، وقد وجهت رسائل عديدة إلى الدول التي لها رعاية من دولهم أن يتم استلامهم ومحاكمتهم في بلدانهم، ولكن هناك قوانين تنص على يجب أن يحاكم المجرم في مكان الجريمة وفق القوانين المنصوص عليها لدى المنطقة التي ارتكب فيها الجرم. نعم. اليوم الإدارة الذاتية هناك السوريين المتورطين والذين قاموا بأعمال إرهابية تتم محاكمتهم وفق المحاكم وفق قوانين المحاكم الجزائية والقانونية، لكننا نتأكدنا في إقامة محكمة جنايات دولية لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين في سوريا. لم نحصل على شيء، لم نحصل لا إقامة محكمة في شمال وشرق سوريا تحاكمها الأجانب، ولا قدموا لنا الدعم اللازم لإقامة هذه المحكمة من أجل محاكمة الأجانب. ما هي شاكلة الدعم الذي تحتاجونه في هذا الإطار سيد حمدان؟ طبعا هناك اليوم تتحمل الإدارة الذاتية عبئا كثيرا من خلال النازحين وعوائل الدواعش الأجانب الموجودين، وحاولنا مرارا وتكرارا على أن الدول تستلم عوائل الدواعش وهم موجودين في مخيم الهول، والآخرين المتواجدين في السجون السورية المعتقلين من عناصر تنظيم داعش. الدعم الذي نحتاجه هو أن يكون هو دعم مادي ودعم لوجستي، وكذلك دعم الإدارة بالمحققين حتى لا يؤخذ على الإدارة مأخذ قانوني باتجاه هؤلاء دواعش. ولكن هناك نجد أن في العراق قانون عقوبة الإعدام، وفي المدن وفي البلدان الأخرى هناك عقوبة الإعدام، لكن الإدارة الذاتية وفق مبدأ العدالة الاجتماعية هو عقوبة الإعدام ملغاة. نعم. ولكن تقوم الإدارة الذاتية بأعباء كثيرة على عاتقها من الدعم من تحمل هؤلاء المساجين والذي عددهم معلوم، وهناك تقريبا حوالي 900 عضو من تنظيم داعش هم من السوريين، ستجري محاكمتهم وفق الأصول الجزائية. طيب. ووفق مبادئ القانون الدولي. الآن محكمة الدفاع عن الشعب تحاكم فقط من إرهابي داعش من ذوي الجنسية السورية وهي مستمرة في هذا الإطار، هل ثمت أي صعوبات تواجهها وفقا لمعلوماتك؟ طبعا محاكمة الإرهاب تختلف عن باقي المحاكم الأخرى، هي تحتاج إلى الدعم المعنوي والدعم المادي والخبرات وكذلك، رغم أن هناك عندنا لدينا خبرات كافية، وقد أقرت مجلس العدالة بأن هناك يحق لهم أن يوكلوا محامين، هؤلاء المحامين يحتاجون إلى مصاريف وإلى أتعاب محاماة، فتقدمها الإدارة الذاتية من أجل أن تكون المحاكمة عادلة ووفق قوانين الأمم المتحدة. طيب يعني ماذا عن عناصر التنظيم الأجانب الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن؟ هل ما زالت هناك أي محادثات مع أي جهة خارجية لمساعدتكم في هذا الملف؟ هل لديك أي معلومات في هذا الإطار سيد حمدان؟ نعم، طبعا الإدارة الذاتية دائما وأبدا ولن تكل ولا تمل من رفع مطالب إلى الدول الأخرى، يا إما أن هؤلاء العناصر من الدول أن يتم محاكمتهم ضمن بلدانهم، أو تشكيل محكمة جنايات
دولية تقوم بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين هم عبء علينا، هم قنبلة موقوتة موجودون في سجوننا، وكذلك الأعباء المادية التي تقوم الإدارة بصرفها على هؤلاء. ونحن دائما نتوجه إلى الأمم المتحدة أن تكون هناك إجراءات قانونية وفق مبادئ القانون الدولي، على أن يتم كل دولة أن تأخذ رعاياها من هؤلاء المجرمين ويتم محاكمتهم خارج مناطق الإدارة الذاتية. وكذلك إذا لم يكن هناك، يجب على الدول أن تتم مساعدة الإدارة الذاتية في إقامة هذه المحكمة وضمن القانون الذي نافذ في وفق قوانين العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، ومن خلال مجلس العدالة ومن خلال محكمة الدفاع عن الشعب هي التي تقوم بمحاكمة هؤلاء وفق القوانين التي تراعي حقوق الإنسان. طيب الآن ملف السوريين من إرهابي داعش يحسم من خلال المحاكمة، من خلال السماح لنسائهم وأطفالهم في مخيم الهول، من خلال دراسة كل حالة وفقا لما أفاد ضيفنا في محورنا الأول من هذه الحلقة، سيتم إطلاق سراحهم عبر دراسة كل حالة. ماذا عن ملف الأجانب؟ إلى أي مدى اليوم ترك هذا الملف معلق قد يحمل في طياته تحديات أمنية عدة سيد حمدان؟ طبعا هذا المخيم مثل ما شاهدتم ومثل ما سمعتم، وكل دول العالم والأمم المتحدة، نحن نطالب دوما وأبدا إن هذا المخيم دائما إذا كان مغلقا بهذه الحالة فيتم هو قنبلة موقوتة. ودويلة الهول التي تشاهد يوميا إجرام وزرع الفكر المتطرف الإرهابي بين أبناء هذا المخيم، فنطالب الأمم المتحدة ونطالب الدول أن تأتي إلى شمال وشرق سوريا وأن يتم أخذ رعاياها وهذه النساء وهؤلاء الأطفال إلى بلدانهم ومعاملتهم وفق ما يجرى لهم في بلدانهم. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من الشمال السوري، حمدان العبد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. بعد الفاصل، القوات الحكومية وانتشارها الجديد بين درعا والسويداء.